بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لمن تحبه وترضاه، وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راغبين، إليك مخبتين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتنين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذريتنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اهد حكام المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين، وتب عليهم يا ارحم الراحمين، وانزع الدنيا من قلوبهم واجعلها في ايديهم نصره لدينك ولسنه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقامه العدل بين العباد يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نكمل قراءه وشرح كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا جلسنا جلستين قبل ذلك في أحكام العارية. العارية وهي بتشديد الياء في الأفصح، احنا نقول عليها العارية بلغة المصريين المعتادة، وهي لغة ايضا الا انها ليست فصيحة، لكنها لغة من لغات العرب، ولكن الفصيح ان تكون بالتشديد العارية. والعارية اللي هي الاستعارة، انك انت تستعير حاجة تستعملها وتردها لصاحبتها. تستعير منه مثلا سيارته تعمل بها مشوار وتردها، تستعير منه بدلته تلبسها يوم الفرح وترجعها له تاني، تستعير منه مثلا ايه جهاز المحمول تعمل بيه مكالمه وتديها له تاني. وكل دي اسمها اعاره. تستعير منه كتاب تقراه وتديه له تاني. تستعير منه طقم صيني عشان عندك عزومه وفرح بنتك من جارك وتديه له تاني، كل دي اسمها اعاره. كويس، لها احكام في الشرع الشريف علشان ايه نفهمها حتى لا ناكل اموال الناس بالباطل. هو الهدف كله اننا ننفذ ايه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فازاي بقى؟ ايه ينبني على هذه الايه وهي عباره فصيحه لطيفه جميله قصيره، احكام فقهيه كبيره. يعني تلاقي معظم ابواب الفقه داخله علشان ايه ننفذ لا تاكلوا اموالكم بينكم. ازاي يبقى البيع صحيح؟ ازاي يبقى الشراء صحيح؟ ازاي يبقى العقود صحيحه؟ ازاي يبقى التعاملات الماليه صحيحه؟ كل ده علشان ايه؟ عشان ننفذ هذه الايه. وكان السنه النبويه ما هي الا تفسير للقران الكريم. فاحنا ايه؟ هنقرا الجزء اللي شرحناه قراءه سريعه، وبعدين ايه؟ نبدا فيما وقفنا عليه. يقول: فصل في احكام العاريه وهي بتشديد الياء في الافصح، ماخوذه من عارى اذا ذهب.
وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. وشرط المعير اللي هيعير بقى ده شروط صحة تبرعه وكونه مالكا. وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره. فمن لا يصح تبرع كصبي ومجنون لا تصح إعارته، ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المعار في قوله المعار اللي هو الشيء اللي وقعت عليه الإعارة، اللي هو مثلا إيه الأشياء اللي بتعار في الغالب، زي مثلا إيه الفرس، هعيرك فرسك علشان تعمل بيها مشوار، اللي هي دلوقتي سيارة في زماننا احنا نسميها سيارة، زمان يقول لك يعيروا دبته، واخد بالك؟ في الأرياف ساعات يعيروا ايه البهايم بتاعته تحرك له الأرض مثلا، إعارة ساعات لما يبقوا ناس جيران بعض ممكن يعيروا بعض الأسلاك، أو ساعات يعيروا الجاموسة بتاعته عشان ياخد حلبتها ويردها له تاني، كل ده بيحصل إعارات. وفي البلد كل دي يبقى فيه شروط في المعار. وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارة. فخرج بمباحة آلة الله فلا تصح إعارة، وببقاء عين إعارة الشمع للوقود فلا تصح، يعني ما ينفعش تاخد مني شمع عشان تولعها تستر عليها وتردها لي بكرة، لما الشمع هتسيب تروح ترد لي بكرة، يبقى ما تنفعش إعارة، تبقى هبة هدية تشتريها كده يعني، إنما ما تنفعش باب الإعارة. هاي الشمعة بقى تدفع تمنها، إنما ما تقوليش استعير منك الشمعة هردها لك، طب ما أنت هتولعها هتستهلكها، مش كده برضه؟ يبقى ما تخشش في باب الإعارة، تدخل في باب الهبة والهدية والبيع والشراء والأبواب الكتير. فلا تصح. وقوله إذا كانت منافعه آثارًا مخرج للمنافع التي هي اعيان، كاعارة شال لبنها وشجرة لثمرتها. يعني ممكن يعيرك نخلة يقول لك ايه تاخد الايه الصباطة في البلح اللي فيه بتاعك تسيب النخلة، يعني تاخد ثمرتها زي ما بعيرك شاة تحلبها وترد الشاة دي لثمرتها. ونحو ذلك فانه لا يصح. فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد ابحتك درها ونسلها، فالاباحة الصحيحة والشاة عارية. كويس، احنا واقفين عند هنا. وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بمدة ومقيدا بمدة. يعني ايه العارية تبقى مطلقة؟ يعني استعرت مني شيء عشان تنتفع به بدون ما حددنا مدة، دي اسمها ايه عارة مطلقة، ما حددناش مدة، يعني خدته على انك هتستعمله وترده خلاص، دي اسمها عارة مطلقة. وفي عارة مقيدة بمدة، تقول لي مثلا هستعيره منك لمدة أسبوع. المطلقة لا تبيح الاستعمال إلا مرة واحدة. كويس، الإعارة المطلقة لا تبيح الاستعمال إلا مرة واحدة. استعرضت مني بدلتي لأن لقيتها آخر شياكة وأنت عندك الفرح بتاعك وإنت هيكون أسوأ. قلت لها والله بس ممكن أستعير البدلة بتاعتك يوم كذا عندي فرح. كويس، تروح لابسها أنت في الفرح وبعد الفرح تقلعها، ما ينفعش تلبسها تاني. دي إعارة مطلقة. واخد بالك ازاي؟ لكن انت قلت لي انا عايز ايه استعير البدلة دي عشان عندي مؤتمر لمدة أربع أيام. خلاص البسها في الأربع أيام دي متفرجة كل يوم الصبح والظهر والليل. لأن دي إعارة مقيدة فلا أنا مكرر تفضل. أدي الفصل من الإعارة المطلقة والإعارة المقيدة. وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بمدة ومقيدا بمدة، أي بوقت، كأعرتك هذا الثوب شهرا. وفي بعض النسخ وتجوز العارية، أنا بقراها العارية بلغة المصريين لكن هي الفصيح العارية، خد بالك، بس أنا بقراها بلغة المصريين عشان احنا في مصر بقى نعيش بقى حياتنا، خصوصا أنها كمان لغة من لغات العرب، يعني مش بنجيب كلام من على المسطرة، لا دي لغة كمان فصيحة. إلا أن الأفصح، ما هو الأفصح يعني إيه؟ يعني المقابل له فصيح برضه. لما يقول لك الأفصح يبقى المقابل له فصيح، مش كده برضه؟
وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقا مطلقة ومقيدة بمدة، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. طبعا للمعير وللمستعير الاثنين ممكن كل اي واحد في اي وقت يقول له يفتح لك فيها كده صاحب الشيء، او اللي خدها يقول له جزاك الله خير كفايه شايف خد حظ. يبقى يجوز للمعير وللمستعير ان هو، لان ده عقد اصلا ايه زي عقد الوكاله تبرع، وعقد التبرع بيبقى يجوز ان اي طرف من الاطراف ان هو يعني ايه ينهي في اي وقت ماشي، زي عقد الوكاله اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الوكاله. وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. طبعا كلمه وللمعير كان الاولى يقول ايه ولطرفي العقد، كان للمعير والمستعير يعني، لكن ايه هنا دي يعني كان المقصود منها الاختصار، فممكن يكون اختصر. وهي اي العاريه اذا تلفت لا باستعمال المأذون فيه مضمونه على المستعير بقيمتها يوم تلفها. اصل العارية ان هي غير مضمونة، اصل العارية لا ضمان عليها. يعني انا ما استعدت منك ساعة تلبسها وبعدين اجيبها لك بعد ما اخلص المشوار ده مثلا، طب الساعة وانت لابسها عطلت، او وانت لابسها اتسرقت، ما تضمنها، ما تضمنهاش ليه؟ لان اصلا العارية اصلا عقد مواساة، عقد مبنى المواساة بين الناس، لان احنا امة النبي ايماء عليه على المواساة والمساواة، اننا كلنا في الاحكام سواسين، كلكم ايه كاسنان المشط يبقى مساواة في الاحكام وفي الحقوق، ومواساة اننا نشيل بعضنا. وهي دي خلاصة العلاقات بين المسلمين، مساواة ومواساة. فعلشان كده ما يضمنهاش. لكن افرض هو خد الساعة دخل يتوضع لقى على الحنفية وسابها ومشي ورجع يدور عليها ما لقاش، يضمن ده؟ لأن أنا مديها لك تلبسها مش تعلقها على الحنفية، يبقى أنت هنا استعملتها استعمال غير مأذون فيه، واضح؟ لكن لو استعملها استعمال مأذون فيه وراكب في ميكروباص زحمة والناس بتسرق الكحل بالعين، واخد بالك راح إيه؟ نزل ما لقاش الساعه دي، والله ده اتسرقت وهو كان لابسها بدراعه، ليه ما اثرش؟ معلش ده قرار وقرار بقى، ممكن تتسرق من صاحبها، واضح؟ لكن لو راح علقها في اي حته وسابها وبتاع وضاعت يبقى يضمنها يعني. يبقى لو ايه؟ لو تلف في استعمال مأذون فيه ما ايه؟ لا يضمن. كويس؟ فهي مضمونة على المستعير إذا تلفت لا باستعمال المأذون فيه. مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلف. الساعة بقى علقها على الحنفية وضاعت. طيب أنا لابسها بقى لي 10 سنين في إيدي، يضمن ثمنها وهي لسه بإيدي على الزيرو؟ ولا يضمن ثمنها وهي ساعة مستعملة بقى لي 10 سنين؟ قيمتها بقت عشر ثمنها. فهمت إزاي؟ يضمنها يوم تلف. بقيمتها يوم تلف، واضح؟ لا بقيمتها يوم قبضها، ولا كمان يوم اقبضها مني، لان ممكن لما يقبضها مني تستعملها عده ايام فقلت قيمتها بقى. لا بيوم اقبضها مني ولا ايه باقصى القيم، بخلاف الغصب ده، في الغصب ايه؟ هنعامله بالعكس، لانه ده مجرم بقى غصب الحاجه خدها ايه غصب عني، ساعتها لما تتلف في ايده ناخدها باعلى القيم. من باب الغرامه الماليه بقى. لكن هنا خدها برضا. فاهم؟ لا بقيمتها يوم قبضها ولا باقصى القيم، فان تلفت باستعمال مأذون فيه كاعاره ثوب للبسه فانسحق او انمحق بالاستعمال فلا ضمان. يعني خد يستعمل البدله بتاعتي قال لي هاخدها منك لمده سنه. خد البدله لمده سنه، يلبسها يوميا. طبعا البدلة بعد سنة اتهرقت من اللبس خلاص ما يضمنهاش، لأن أنا كأني كده بتصدق عليه خلاص ما يضمنهاش ما يجراش، جابها لي بقى إيه ركابها مقطوعة لونها بقى مجرب مش عارف إيه خلاص، أو رجع لي من غير حاجة خالص يقول لي ده البدلة خلصت على آخرها فتلة فتلة
انمحقت يعني خسرت وانسحقت يعني دارت، لكن في لسه اثر باقي. ادي الفرق. لكن استعملها بالاستعمال المضمون اللي هو بتاع بابله بتتلبس في الخروج، لكن لا خد البابله دي بقى ينام بيها كمان. لا دي بابله ما بتنامش بيها، دي بابله للخروج يعني تالي جنى. يبقى لو انمحقت باستعمال مأذون فيه يعني في الخروجات اللي هي مصنوعه من اجلها خلاص، لكن دخلها بقى يلبسها وينام بيها ويخرج بيها ويشتغل بيها ويتعشى بيها ويطبخ بيها كل حاجه بيها. ده كده استعمال غير مأذون فيه. واخد بالك؟ فيضمن؟ فيضمن بقى، هنا يضمن. هنيجي نقرا ايه الشرح الحته اللي هي من اول وتجوز العاريه مطلقا. كلام الشيخ ابراهيم البيجوري فيها بيقول ايه؟ قول وتجوز اي تصح، وقول العاريه اي عقدها، وقول مطلقا حال من العاريه، وكذلك مقيدا، لكن التذكير نظرا لكونها بمعنى العقد، والتأنيث في النسخة الثانية نظرا للفظها. أصل إيه؟ قال لك وتجوز العارية مطلقا، ما قالش مطلقة، قال مطلقا. والعارية، العارية دي مؤنثة، بيقول مطلقا مذكر، باعتبار عقد العارية، لأن هي راجع للمعنى. وفي روايات ثانية نسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة باعتبار اللفظ. فهمت ازاي؟ فدي سهلة ودي سهلة، يعني ده صح وده صح، عشان ما يجيش ايه طالب علم نص نص يقول لك الشيخ غلط. لا، الشيخ ما يغلطش. لازم القاعدة كده انك انت تعرف انك انت مخك اضيق من الشيخ. واخد بالك؟ فالاحتياط كويس، انما دلوقتي في بعض العيال متسرعين، اول ما يقول الشيخ غلط ويروح شاطر وكاتب بوس. لا غلط، الاخر الطبيعي ولما يندم شوية ان كلام الشيخ كان صحيح. وفي المطلقة لا يفعل المستعار له إلا مرة واحدة، فلا يفعله مرة أخرى إلا بإذن دليل. زي ما قلت لك، أنت استعرت حاجة البدلة بتاعتي، ما حددتليش مدة، يبقى معناها إنك أنت هتلبسها مرة واحدة. كويس؟ طب حبيت تلبسها تاني، تتصل بالتليفون أو تقيل تقابلني تاخد إذن مين؟ واضح؟ لكن لو احنا اتفقنا مدة خلاص استعملها المدة الاستعمال المأذون، لكن لو مطلقة يبقى لا تجيز الا مرة واحدة. واضح؟ يعني مثلا انت دي مشهورة للجأت بالزمن بتاعنا، يقول لك لو سمحت اسم الموبايل بتاعك بس تعمل مكالمة، تديله انت الموبايل وتنشغل في حاجة، تلاقيه عمل 10 مكالمات كده كلمة لك بالباطل، كده حرام. يبقى المفروض يضمن 9 مكالمات، والمكالمة الأولانية اللي هي تكملة العشرة دي هدية مني. شفت قد إيه ده؟ كلها أحكام أصلا بتحصل في الحياة العامة. وفي ناس يقول لك أنا عمري ما كلت أموال الناس بالباطل، هو بيعمل كده كل يوم، تلاقيه كل ملايين أموال الناس بالباطل ما شفتش. فاهم؟ يبقى حرام. ما تستعملش الحاجة إلا مرة واحدة. واضح؟ يعني أنت تسع مكالمات. يضمنها. واخد بالك؟ أنت ليك تتبرع له. واخد بالك؟ تقول له انت اتكلمت 10 مكالمات انت مش قلت مكالمه واحده. ما تكملش كده تاني خالص. وسامح تمشي. لكن افرض انك انت يعني عندك الفاتوره بتجيلك جهله، تقول له انت كده قتلت علامه. انت اخذت علامه تتكلم مكالمه واحده، مكالمه واحده يعني دقيقه واحده. تروح انت طالع التسجيل تلاقي ايه اتكلم 10 دقائق، واستغل انك انت انشغلت في اي حاجه، قعد بالموبايل عمل كل المكالمات اللي نفسه فيها بقاله شهر. حرام كده. يبقى كده انت بتاكل اموال الناس بالباطل. زي الموظف الحكومي اللي بياخد من الحكومه جهاز تليفون عشان يقضي بيه مصالح المصلحه الحكوميه. يقوم يكلم مراته يقول احمد وخلنا ايه؟ ويكلم عياله في المدرسه هتجيب الساعه كام؟ ويكلم صديقه تقابلني بالليل الساعه كذا. كل ده ملوش علاقه بالشغل، لكن استعمله بالموبايل بتاع الشغل. يبقى كده بياخد اموال الناس بالباطل. شفت بقى ان الدروس دي مهمه؟ بس في ناس يقول لك انت بتدي نفس العاريه اللي تديها، فتديهم ازاي توضوا ازاي يصلوا؟ وبعدين ياكلوا حرام؟ اما هو بيتوضوا ويصلوا حلو، وبعدين ياكلوا حرام؟ يبقى صلاته مش مقبوله.
انت لازم يبقى حياتنا في الحلال علشان تبقى ايه مظبوط. عارف نستلم من بعض العربيات يا بقى لو استعملها استعمال غير مأذون فيه، يعني يعمل بقى الحركات الامريكاني دي بتاع، يبقى ده استعمال غير مأذون فيه. بس هي لما بترجع لي بترجع فيها خطه ولا حاجه، بس ممكن يكون يبقى هو لازم مستأمن على مدى فيه. يعني هو لو كانت عادته اما بيسوق العربيه بيسوقها بالطريقه الغلط دي وعارف انها غلط فيعمل كده في ماله الخاص، لكن لما يستعمل مال غيره يستعمله الاستعمال المأذون فيه مش باستعماله هو. وعلشان كده يقول لك ايه، لا يجوز للمستعير ان يعير، المؤجر يعني المؤجر ان يعير الا لواحد يستعمل نفس استعماله. واخد بالك ازاي؟ مستريح عن استعماله ولا اعلم استعماله، قلناها قبل كده. يبقى لازم الواحد ايه يتقي الله في اموال الغير، سواء اموال الغير ده كان حكومه ما العام ما الخاص، كله هنسأل عنه يوم القيامه. عشان كده الناس يقول لك احنا بندعي ما بنستجبش. ما بنستجبش عشان بتاكل حرام. تحري الحلال دلوقتي بقى هي عباده نادره في زمانها. واخد بالك؟ دي مشكله يعني لازم الواحد ياخد باله. طب في سؤال، بس لو واحد احتاج حاجه من واحد يعني قال له استعمله لما تطلبها يعني بدون وقت مفكر ولما تاخذها وانت اذن كده خلاص، يبقى يستعملها مكرر انت اذن كده. ما انت المالك، انت مالك الشيء واذن كده خلاص. بس يبقى كده معناه يبقى قابلني لو جات لك. ما يجراش حاجه، ما ممكن تبقى انت كمان مستعد انك انت مديها له تبرع، بس انت مش عايز تقول له دي ملكك عشان ما يسيبش تستعملها قوي. لكن انت بينك وبين نفسك مش عايز تاخدها منه. ساعات بتحصل. فانت بتديها له في صوره عاريه، لكن في الحقيقة هي هبة بينك وبين نفسك، بس انت ما بتديهاله عارية عشان انت عارف ان هو ايده ثالثة وبيكسب الحاجة السوداء. بس هو ما بتديهاله عارية يحافظ عليها، يستعملها أطول مدة. يعني ساعات تسأل. فلا يفعله مرة أخرى إلا بإذن جديد ما لم يصرح له بالتجديد مرة بعد أخرى. وفي المقيدة يجوز تكريره إلى أن تنقضي المدة. يعني المقيدة المدة يجوز تكرير الاستعمال إلى أن تنقضي المدة. دي سهلة. قوله من غير تقييد بمدة تفسير لقوله كلمة مطلقة. يعني كلمة مطلقة يعني إيه؟ يعني من غير تقييد لمدة. وقوله مقيدا بمدة عطف على مطلقة. وقوله كأعرتك هذا الثوب شهرا مثال للمقيدة بوقت. قوله وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة جبرها مؤنثة هنا باعتبار اللفظ وهي أولى، ولذلك شرح علي الرجم الخفيف. قول وللمعير وكذا للمستعير، ولو قال ولكل من المعير والمستعير كما قال الشيخ الخطيب لكان أولى، ولعله اقتصر على المعير لأنه هو المتوهم. وقول الرجوع فيهما أي في المطلقة والمقيدة، يعني المالك أو المستعير. المعير ده اسمه المالك، والمستعير اللي هو اخذها ويرضها تاني لاي طرف من هذه الاطراف ان هو يرد الايه الاعاره في اي وقت شاء، مش شرط يستوفي المده، لا في اي وقت. يعني لو اتفقت ان انا اديك الثوب بتاعي مثلا تستعمله شهر فطرأ عليا بعد اسبوع ان انا عايزه، اتصل بك اقول لك هات كفايه عليك اسبوع خلاص في اي وقت، مش شرط ان انا يعني التزم بالشرط. وفي اي وقت انت خدته شهر جيت استعملته ثلاث اربع ايام لقيته مش مريحة في اللبس ترجعه، ما يجراش حاجه. واخد بالك؟ كل ده جايز. وقول الرجوع فيهما اي في المطلقه والمقيده. وقول متى شاء اي اي وقت شاء الرجوع فيه، لانها عقد جائز من الطرفين زي عقد الوكاله، عقد جائز من الطرفين مش كده بقى؟ انما عقد البيع والشراء لا، ده عقد ناجز. وانا ينفع تقول لي هشتري منك السياره بتاعتك وبعدين تدفع لي ثمنها واديك مفتاحها وبعد سنه تجي لي تقول لي والله السياره دي مش عجباني اديني الفلوس؟ ما ينفعش. ده عقد مش جاهز، ده عقد ناقص تنبني عليه. يبقى عقد البيع غير عقد الاعاره وعقد الوكاله
انت لما توكل محامي في اي وقت ممكن تسحب وكتب، وفي اي وقت ممكن المحامي نفسه يقول لك ايه انا مسافر، ايه الوكاله بتاعتك خلاص مش هستعملها. والله واضح يعني ليه في عقود اسمها جائزه وفي عقود اسمها ايه يعني لازمه، يعني المقابل الجائز العقد اللازم، لانها عقد جائز من الطرفين فتنفسخ بما تنفسخ به الوكاله من موت احدهما وجنونه واغمائه. الكلام ده قلناه في الوكاله، هنا برضه نفس الحكايه. يعني انا اعاقبتك مثلا ايه سيارتي، جيت انا مت، الورثه ياخدوها بقى خلاص بقى، مش معناها خلاص انت بقيت من ضمن الورثه خلاص، فهمت ده ازاي؟ يعني تنقضي بالموت زي ما تنقضي برغبه ايه المعين من موت احدهما وجنونه وإغمائه ونحو ذلك. ويستثنى من جواز الرجوع مسائل، دي بقى اسئله الشكوى. انت يقول لك ايه ان العاريه عقد جائز متى تكون لازمه؟ هذا السؤال، لان هي عقد جائز ده الاصل. سؤال الشكوى كمان يجي في الاستثناءات دلوقتي طبعا، ما بيسالوا كده ولا كده، عشان كده خريج الازهر ضعيف بيخاف يسالوا كده ولا كده للسقط، وهو اصلا داخل عايز ينجح، قال لك خليه ياكل عيش بقى، فبقت الشهاده عشان ياخد وظيفه مش عشان يحصل عيش. واخد بالك؟ فقال عليها مشايخنا الشهاده علامه الجهل في زماننا، كان الشيخ احمد الصديق الغمري كان يقول كده، الشهاده علامه الجهل لانها ياخذ بها المناصب ده ليحصل بها العلم. واخد بالك؟ لكن كان زمان بقى لما كانوا بيدرسوا للعلم كان يسال في النهضه. واخد بالك؟ يسال في الحكم. فيقول لك ويستثنى من جواز الرجوع مسائل منها ما اذا اعار الستره لصلاه الفرض فيمتنع الرجوع حتى يفرغ منه. يعني انت بتصلي في فراغ وعايز تاخد مني العصايه بتاعتي تحطها ساتر كده بس تصلي بيه عشان الناس ما مرضوا ومش عايز حد يمر. فاخدت انت الستره العصايه بتاعتي وحطيتها وبدات في الصلاه، صلاه الفريضه. يبقى هنا لا يجوز الرجوع حتى تنتهي الصلاه. ما جيش انا ارفع عليك صلاه، لكن ممكن في صلاه النافله لان النافله غير لازمه. واضح؟ لكن في الفريضه لا. ادي اول مثال كويس. منها ما إذا أعار الستر لصلاة الفرض، يبقى خارج لما يقول الفرض يعني النافلة ممكن يرجع تبع الأصل، فيمتنع الرجوع حتى يفرغ منه، منه يعني من الفرض. ومنها ما لو أعار الأرض للزرع، أنا أعارتك عندي أرض كده فضل صالحة للزراعة لكن أنا مش هزرعها السنة دي، فجأة لجاري راجل فلاح ما عنديش أرض، قلت له على أي حال أنا السنة دي مسافر أقعد عند ابني هناك هزوره في اوروبا ولا في الحجاز، والارض دي احنا محدش هيزرعها السنه دي، خدها ازرعها لحد ما اجيلك. واخد بالك ازاي؟ اعرف كده هديه يعني استعمل كويس. فما ينفعش ارجع انا قبل السنه والزرع لسه طالع اقول تاني، طب ما هو الراجل مكلفها استنى ما ياخد ثمرتها يقطعها بقى ويثمرها. فهمت بقى ازاي؟ ومنها ما لو أعار الأرض للزرع فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان طلعه إن لم يقصر بتأخير. افرض التاني بقى اللي خد الأرض دي قاعد يتلكع، كان المفروض يقطع الزرع ده من ثلاث شهور وسايبه في الأرض يتلكع. يبقى هنا في الحالة دي بقى ساعتها طالما هنا اتأخر متعمد يبقى ليا إن أنا آخد الأرض بتاعتي وأقلع الزرع كمان مجاني. واخد بالك؟ خدهولي أرجعهولي. واضح؟ ما لو أعار الأرض للزرع فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان طلعه إن لم يقصر بتأخيره، فإن قصر فله الرجوع حتى لو عين مدة ولم يدرك فيها الزرع لتقصير من المستعير قلعه المعير مجانا. ومنها ما لو أعار كفنا لميت. المثال الثالث، كل دي أمثلة ورا بعضها اللي هي إيه؟ سترة لمصلي فريضة، أرض ليزرعها زارع حتى يخلع زرعها. المثال الثالث، ما لو أعار كفنا لميت فيمتنع الرجوع بمجرد وضعه عليه. هو ده يبقى ينفع استعارة ميتة؟ ها؟ مش متوقع إنها تاني.
لا ما هو خلص بقى مش هياكل. كويس؟ ما لو أعار كفنا لميت فيمتنع الرجوع بمجرد وضعه عليه وإن لم يلف عليه. ومنها ما إذا أعار أرضا، يبقى ممكن يرجع طول ما هو اللفن الكفن لسه ملفوف. فتحنا الكفن وهنحطه على الميت خلاص ونشرناه، يبقى انا ما يرجعش. ممكن يرجع قبل كده، لكن اول ما تنشر ما يرجعش. وكذا لو لف عليه. ومنها ما اذا اعار ارضا لدفن ميت، ده المثال الرابع. ومنها ما اذا اعار ارضا لدفن ميت محترم فيمتنع الرجوع حتى يندرس الا عجب الذنب محافظه على حرمه الميت. ده علشان يندرس خالص، ده عايزه بتاع 80 سنة 60 سنة عشان يبقى عجب الذنب بس، واخد بالك؟ يبقى لو اعار ارضا للدفن ما ينفعش ياخدها تاني حتى يندرس الميت تماما، ما يبقاش فيه اي اثر. بس هنا بشرط بقى انه ما يبيحلهمش ان يدفنوا جديد، والا لو كل شويه يدفنوا يبقى مش هيندرس حاجه. فهمت بقى؟ كذلك وامتى بقى ما يقدرش يرجع فيها خالص؟ لو اعار الارض دي لدفن نبي ما يقدرش ياخدها، لان الارض مش هتاكل جسمه. يبقى ما ينفعش. لو الارض دي للزرع، الزرع مثلا وسمح لهم ان هم يدفنوا الميت دفن، ينفع يزرع فوق ولا لازم يندرس الميت الاول؟ لا، يجي مكان القبر كده ما يزرعوش ولا يحرقوا ولا يروي عليه عشان ما يأذيش الميت، ولا يجلس على القبر ولا يتوسلوا ولا يمر عليه بنعلك، لان القبر ليه حرمه. عشان كده على مر العصور المسلمين تعرفوا ان يبني بناء كده عند القبر علشان يحددوا ويعرفوا للناس فهل هذا البناء يبقى مسطح ولا يبقى مقبب؟ خلاف الشافعية استحبوا التسطيح والمالكية استحبوا التقديم. وتبقى خلاف بين العلماء. المالكية لما استحبوا القبة قال لك لأن القبة يصعب الجلوس عليها. وتبقى الزواج من ضمن أدلة استحباب اتخاذ القباب على القبور. عند المالكية يتخذوا القباب على القبور، طب ليه يتخذوا القباب على القبور؟ قال لك ليمنع الجلوس عليها والنوم عليها. انما المسطحه تغلي، والشافعيه سطحوها، واخد بالك ازاي؟ وقالوا لان هي المقصد بيها اننا نعلم مكان القبر والمسلم يجلس عليه. واضح؟ فهي خلاف يعني. يا محافظة على حرمة الميت. نعم يجوز الرجوع قبل إدلائه في القبر لا بعده. افرض ده ان هو يرجع في ان هو يعيد لهم الارض دي يدفنوا فيها ميتهم، يرجع امتى؟ طالما لسه ما حطوش الميت. لكن لو حطوا الميت في الارض ما ينفعش يرجع، يصبر بقى 60 سنة لحد ايه؟ وان لم يوارى بالتراب كما رجحوا في الشرح الصغير خلافا للمتولي، ومفهوم قولهم حتى يندرس انه يجوز الرجوع بعد الاندراس. وصورة المسألة أنه أذن له في تكرير الدفن. صورة المسألة اللي لا يجوز الرجوع خالص أنه إيه؟ إداله أرض للدفن وأذن له في تكرير الدفن، كده مش هيرجع خالص. إنما لو ما أذنش له في تكرير الدفن يعني إعارة مطلقة، والإعارة المطلقة يدفن المرة واحدة. واضح؟ يبقى في الحالة دي ممكن، وإلا فقد انتهت العارية فلا يحتاج إلى رجوع. ويعلن من الغاية المذكورة أنه لا رجوع أبدا في نبي وشهيد وبقية الخمسة المنظومة في قول بعضهم، لأن في خمس أنواع نظموهم لا تأكل الأرض أجسادهم، لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك ولا لقارئ قرآن ومحتسب أذانه لإله مجري الفلك. دول إيه؟ الخمسة. جسم النبي ما تاكلوش الارض، ولا العالم العامل بعلمه، ولا الشهيد المقتول في المعركه، ولا قارئ القران، ولا المؤذن المحتسب. ادي الخمسه اللي الارض ما تاكلش ايه؟ اجسادها. واحنا بنضيف ليها طبعا ايه؟ وراث النبي اللي هم الاولياء الصديقين الشهداء والايه والصالحين. ويجب في العاريه تعيين كونه نبيا او شهيدا. مثلا
ويجب في العارية تعيين كونه نبيا أو شهيدا مثلا، لا طوله وقصره لأنه يتسامح فيما يتعلق بذلك، ولا يلزم المستعير ضمان ما استوفى من المنافع قبل علمه بربوع المعير، ويلزمه الرد عند علمه به أو نحوه. ويعني الوقت أنا رجعت في الإعارة اللي أنا أعرضها لك النهاردة يوم الاثنين، وانت ما عرفتش ان انا رجعت في الاعارة الا يوم الخميس، انت استعملتها فترة من يوم الاثنين لحد الخميس من غير اذني وانت ما عرفتش، واخد بالك ازاي؟ يبقى في الحالة دي طالما ما عرفتش ما يجراش حاجة، لكن لو اعلمتك يبقى انت ضامن الفترة دي، تعتبرها ايجار بقى، واضح؟ ولو تلفت تضمن حتى بالاستعمال المأذون فيه في الوقت ده، واضح؟ يعني ما قام بتقول انا ايه اعرضتك هذه الارض للدفن لفلان، كويس؟ مش شرط بقى تقول له طول كذا وعرض كذا، لان طبعا الناس لا، حجم الجسم اللي هيدفن يختلف، ده واحد طوله مترين، واحد طوله متر ونص، واخد بالك؟ عرضه تعريض شويه الشخص مش عين اه، انما نفس طول الراجل او اللي هيدفن او عرضه ده مش هو لازم، لانه بيتسامح في مثل هذا، ويلزمه الرد عند علمه به او نحوه، ويجب على الورثه في صوره الموت والولي في صوره الجنون الرد على المعير او وارثه حالا ولو بلا طلب منه، فان اخروا ضمنوا الا ان اخروا لعذر فلا ضمان عليه. قوله وهي اي العاريه، بمعنى ويجب على الورثه في اسبوعين من التفصيل نقراها تاني. ويجب على الورثة في صورة الموت والولي، احنا قلنا في صورة الموت الرجل المعير ده مات، او المستعير، المستعير مات، اللي استعار مني مات، يبقى يجب ان ورثته يرجعه اللي استعاره ابوه، مش كده برضو؟ لان ده دي مش ملك، يبقى يجب على الورثة في صورة الموت، يعني موت الايه؟ المستعير، والولي في صورة الجنون، نفرض ان المستعير ده مجنن او مات، يبقى الورثة ترد او الولي يرد على المعير او وارثه، يا اما يرد على المعير لو لقى المعير لسه عايش، او على وارثه ان كان ايه المعير مات والورثة موجودة حالا ولو بلا طلب، يعني بمجرد الموت انقضت ايه العقد، فان اخروا ضمن إلا إن أخروا لعذر فلا ضمان عليه. قول وهي أي العارية، بمعنى العارية بمعنى العين المعارة. وقالوا إذا تلفت أي ولو من غير تقصير، كما لو تلفت بآفة سماوية. وقولوا لا باستعمال مأذون فيه، أي بأن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو في الاستعمال المأذون فيه. دي حتة دقيقة يعني للشيخ البيجوري، يقول لك ممكن تتلف في يعني بغير الاستعمال المأذون فيه في الاستعمال المأذون فيه. وادالك مثال قال لك ايه؟ لو اديته انت جاموسة تدور له في الساقية عشان تروي، فراحت وقع في البير، هي ما تلفتش من ايه؟ من دوران الساقية، ده تلفت في البير، يبقى انت طالما وقعت في البير يبقى ده يضمنها، لكن لو جالها هبوط في القلب وهي ماشيه وهي ايه بتلف في السائل ما يضمنهاش، لان ده استعمال مأذون فيه، واضح؟ علشان كده بيقول ايه؟ بان تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو في الاستعمال المأذون فيه، كان استعار درب الاستعماليه في سقيه فسقطت في بئرها فماتت، فيضمنها المستعير لانها تلفت بغيره فيه، بغير الاستعمال المأذون فيه يعني، واضح؟ قول مضمونة على المستعير، ومن ذلك كوز السقاء المأخوذ منه بمائه لشربه، وفنجان القهوة المأخوذ بها لشربها، وتنينية الفقاع القزازة الزبيب المأخوذة به لشربه، فهي مضمونات لأنها مأخوذة بطريق العارية
دون الماء والقهوة والطعام، فهي غير مضمونات. لأن يعني انت قاعد على القهوة، هدي لك مثال بقى بالكلام بتاعنا البلدي دلوقتي عشان كلام المشايخ ده ساعات يبقى صعب. انت قاعد على القهوة، اديني واحد شاي وصلحه، جاب لك كوباية الشاي واخد بالك، وجنبها ايه برطمان كده حاطط لك فيه سكر والمعلقة، وجاب لك كوباية مية وصينية، وقافل موضب لك كل حاجة حلوة. انت بتدفع ثمن ايه؟ ثمن المية الشاي مش ثمن الزجاج. رحت انت ايه بتتخانق مع واحد صاحبك قاعد، فرحت عامل كده، فرحت موقع انت الكوباية، تضمن بقى انت الكوباية. فهمت ازاي؟ تضمن الكوباية. يعني ده مش استعمال مأذون فيه، فهمت؟ هذه الآنية دي كلها انت بتستعمل اللي فيها، مش بتستعملها هي ذات. واضح؟ عشان كده ومن ذلك كوز السقاء المأخوذ منه بمائه لشربه، وفنجان القهوة المأخوذ بها لشربها، وقنينية الفقاع أي قزازة الزبيب المأخوذة به لشربه، فهي مضمونات لأنها مأخوذة بطريق العارية دون الماء والقهوة والفقاع، فهي غير مضمونات لأنها مأخوذة بطريق الإباحة. أو البيع بقى في الحالات اللي هي التانية اللي بتدفع ثمنها، زي حتى انت ازازه بيبسي شربتها، ازازه البيبسي الفارغه دي لو كسرتها تضمن انت ازازه الفارغه، مش كده برضه؟ والا فالماء والقهوه والفقاع مضمونات لانها ماخوذه بطريق البيع الفاسد دون الكوز والفنجان والقنينه، فهي غير مضمونات لانها ماخوذه بطريق الاجاره الفاسده، وفاسد كل عقد كصحيح الضمان وعدمه، وهكذا حكم الضمان. هذا إن أخذت بغير مقابل، وإلا فالماء والقهوة والفقاع مضمونات لأنها مأخوذة بطريق البيع الفاسد دون الكوز والفنجان والقنينة، فهي غير مضمونات لأنها مأخوذة بطريق الإدارة الفاسدة، وفاسد كل عقد كصحيح في الضمان وعدم، وهكذا حكم الضمان الواقع في الأريال. هو أن يقول شخص لآخر ضمنتك هذه الدابة لتأكل لبنها وتعرفها في مقابلة مال يأخذه منه، فهو ضمان في الدابة لأنها مأخوذة بالإجارة الفاسدة. الإجارة لا ضمان فيه، الإجارة لأن أنت واخد مقابل، وخد بالك. واللبن مضمون على من أخذه لأنه مأخوذ بالبيع الفاسد، فيرد مثله لصاحب الدابة ويطالب بقيمة على فئة، وبما فعله من المال، وبما دفعه له من المال، ويتبع الدابة في الضمان سرجها وإيكافها ونحوها مما ينتفع به معها بخلاف ولدها ونحو صوفها، وكذلك ثياب عبد استعاره وهي عليه فلا يضمنها لأنه لم يأخذها ليستعملها. يعني هو إيه؟ خد العبد عليه يخدمه شوية يطبخ له شوية ويرجعه تاني، يضمن العبد نفسه، ما يضمنش الثياب اللي على العبد. واضح؟ ده لو أساء استعماله، لو أساء استعماله. واستثمن من ضمان العارية مسائل فلا ضمان فيها، منها جلد الأضحية المنظورة فلا يضمنه المستعير إذا تلف في يده. الأضحية المنظورة دي جلدها مش ملك نادر، فلو خد هو الجلد ده على سبيل الإعارة وبعدين تلف في يده بسوء الاستعمال ما يضمنوش برضه، لانه اصلا مش ملك صاحبها، ده ملك الله. واحنا عشان تبقى العاريه لازم يشترك في المعير الملك، والمنظوره لا يملك. واضح؟ ومنها المستعار للرهن اذا تلف في يد المرتهن فلا ضمان عليه ولا على المستعير. ومنها ما لو استعار الحلال صيدا من محرم فتلف في يده. الحلال يعني اللي هو مش محرم، استعار صيدا من محرم فتلف في يده. طب والمحرم لا يصطاد؟ ده عارف حرام اصلا، ده بيتمنى صيده. فجاء حلال استعار صيدا من محرم فتلف في يده، ما يضمنش لانه اصلا ما يتملكوش، ده محرم. واضح؟ ما لو استعار الحلال صيدا من محرم فتلف، يوصل هنا صيد بره طبعا، لازم انك تتخيلها بصيد البحر، لكن لو صيد بحر يضمن كده برضه.
صيدا من محرم فتلف في يدي فلا يضمنه في الأصح، وأما عكسه وهو ما لو استعار المحرم صيدا من الحلال فتلف في يدي فإنه يضمنه. العكس بقى، أنا محرم استعرت صيدا من واحد حلال، ده مضمنه واضمن كمان إيه قد كمان للحرم، يعني أضمن ثمن بصحبه وأجيب كمان هديا بلغ الكعبة بقد كمان، يعني غرامتين. فهمت إزاي الصورة دي؟ وهو ما لو استعار المحرم صيدا من الحلال فتلف في يده فإنه يضمنه بالجزاء لله تعالى وبالقيمة للحلال الاثنين، كويس؟ وبذلك ينحل لغز ابن الوردي. ابن الوردي كان عامل فزورة للفقهاء، عملها لهم شعر، واخد بالك؟ بيقول فيها ايه؟ عندي سؤال حسن مستغرب فرعا على اصلين قد تفرعا، قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا، حل المشكلة. عاملها لهم يعني ايه؟ فقهاء يحبوا يقعدوا يهزروا مع بعض. ابن الوردي ده كان فقيه شافعي كبير، فعمل للفقهاء الفزورة دي، قال لهم دي بتتحل ايه؟ بان يبقى ده كان ايه؟ محرم استعار صيدا من حلال فتلف في يده، فهيضمن القيمة والمثل معه، واخد بالك؟ مع انه هو خدها برضا ملكه. فهمت ازاي؟ ادي الحل يعني. ومنها ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له فيه حق فتلف في يده فلا يضمنه. كل دي سواء أنت لا يضمن المستعير مع سوء استعمال، فإحنا عندنا المستعير يضمن مع سوء استعمال بس، طب أنت بقى مع سوء استعمال ما يضمنش، دي استثناء بقى زي الاستثناء اللي هناك، خدت بالك؟ ومنها ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له فيه حق فتلف في يده فلا يضمنه لأنه من جملة المستحقين. ومثله ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين فتلف في يده فلا يضمنه لأنه من جملة الموقوف عليه. استعار سجادة المسجد، استعار سجادة من المسجد عشان ينام عليه فاتحرقت فيه، سجادة المسجد دي مدفع عنه لكل المسلمين، هو ليه حق فيه زي باقي المسلمين، ليه ما يضمنهوش؟ واخد بالك ازاي؟ لان دي مدفع عنه. فهم؟ اتلف حاجه في الطريق، يعني مثلا واحد عامل ايه مكتبته وقف على طلاب العلم، فواحد من طلاب العلم استعار كتابا فتلف في يده لا يضمنه لانه من ضمن المستحقين، من ضمن الموقوف عليه، واضح؟ مثلا احنا قايلين ايه؟ ان لازم الانسان يراعي انه لا ياكل اموال الناس بالباطل، فلازم ايه؟ التاني ده بطنه كمان يتقي الله، مش يستغلها فرصه، والا هيبقى ايه؟ حيله فقهيه، بريء فقها مدان ديانه، مش كده برضه؟ يعني هو الموقوف عليه خد الكتاب وداس عليه، مش هيضمن فقها، مش هيضمن، لكن حرام عليه، واخد بالك؟ حرام عليه. علشان كده مش كل حاجه في الفقه، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول ايه؟ رب يكون احدكم الحن من اخيه بالحجه فاقضي له، فان قضيت له قضيت له القطعه من النار. يبقى مش كل حاجه ان 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 القاضي يحلها ليك معناها انها تبقى حلال بدل ليك، لا، لازم انت كمان تتقي الله. لكن احنا بندي المثال هنا ان واحد خد الكتاب فعلا وعايز يحافظ عليه ويقراه ويطلعه ويرجعه تاني في الحته الوقت دي، لكن فجاه وهو قاعد يقرا فيه الواد ابن الصغير، واخد بالك ازاي؟ جاب حله المحشي كبها على الكتاب، الكتاب كله اتبقع وباظ، والكتاب والواد مسكه قطعه، واخد بالك؟ هو حطه على المكتب وعامل حسابه، خلاص بقى ده ايه؟ قضاء وقضاء، هنعمل ايه؟ في بعض المكاتب هي كتب بس كتب افكار خاطئه في المسجد مثلا، هل واحد ياخدها من خطأ؟ لا لا، انت تعلم الناس، هو ربك ارادها تبقى موجوده في العقليات الفاسده دي، ربنا ارادها تبقى موجوده وتتكلم، وربنا خلاها تتكلم، تقول انت عايز تمنعها ليه؟ تحتحضر؟ انت تعلم الحق، لكن ما تحضرش على حد يا استاذ. الكتاب الغلط سيبه غلط مكتوب، هو ربنا اوجده، ربنا خلق الكفر والايمان،
هتحجر على الكفار؟ سيبهم يتكلموا، يقول اللي هم عايزين. هو اذا كان ربنا خلقهم احرار كده الكلام، قول اللي هم عايزين. انت كمان اتكلم، قول اللي انت عايزه، بين الحق. هي دي لست عليهم مسار، وما انت عليهم بجبار. كلام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم. كلام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل امه عملهم. بفعل الله ده ربنا زين للكافر كفر، وزين للمؤمن ايمان، وزين للاهل الحق الحق، وزين لاهل الباطل الباطل. ده شغل الله بقى. هو الواحد دخل في سنة النبي كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى لأن مرجعهم من ربهم بمعامل. يوم الحساب بقى يا أستاذ، يوم الحساب ولا أنت هتشتغل أنت تحاسب خلق الله، فاهم؟ ولا أنت بقى مالك يوم الدين؟ أنت مش مالك يوم الدين ولا رب العالمين، أنت عبد، أنت عبد. مش كده برضه؟ كلنا عبد. يبقى ما ينفعش انك انت تمر على مسجد وجدت فيه كتب وهابيه محفوظه وانت مذهبك مخالف الوهابيه، تروح انت واخد الكتب دي كلها منها وحرقها، ما يصحش. سيبها، لكن اعمل درس في المسجد حذر الناس من الافكار الموجوده في هذه الكتب وسيبها. يعني هو لا يجوز؟ لا يجوز الا لو كان مسجد مملوك. يعني انت تملكه المسجد ده، انت اللي بنيه وانت اللي فرشه وانت اللي حاطط الكتب دي بتاعتك، وبعدين غيرت انت فكرك واتضح لك ان الكتب دي، خد بقى الكتب دي اللي تويها تحب، لان اصلا بتاعك. فهمتني ازاي؟ لكن انا بتكلم على واحد دخل مسجد مش بتاعه خالص، ما اعرفوش، لا كتب بتاعه الجماعه اللي هي المذهب المقابل اللي هو يرى ان هذا المذهب باطل مثلا، ولا كتب روافض. شوف قد ايه الى هذا الحد، الى هذا الحد. بلغ وزاره الاوقاف، قول لهم انا دخلت مسجد سنه لقيت عنده كتب روافض. يجي بقى الحاكم هو اللي يغير باليد، هو ده مسؤوليه الحاكم بقى. ابلغ انا وزير الاوقاف مسؤول الحي عن الاوقاف، اقول له في مسجد موجود في الحته الفلانيه بصلي فيه، لقيت عندهم كتاب الكليني في الروافض اللي بيسب مش فلانه ستنا عائشه وامهات المؤمنين والصحابه، وموجود في مكتبه المسجد. يجي بقى الراجل بتاع الاوقاف ده بقى الحاكم بقى، يجي يفتش على الجامع ويقول الكتب دي تصادر ودي ما تصادرش ودي تتحط، دي شغلته. واضح الكلام؟ انما ما تبقاش فوضى، ما تبقاش فوضى. هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعرض الحق لجميع وجوهه والباطل لجميع وجوهه، والناس تختار. امتحان يا استاذ، امتحان، امتحان، اراد كده. هو يعني الكافر اللي قاعد يتكلم ده ويلاجج مع اهل الحق ومع الانبياء ده ليه قوه؟ ده قوته من الله. ده هو ده هي اصلا لا حول ولا قوه الا بالله. ده هو بيكفر بخلق الله فيه. خد بالك ان كل واحد بيظهر ما فيه. فهمت ازاي؟ وعلشان كده مش مهم هلخبطكم بقى، هقول لكم كلام الاولياء لخبطكم. خليها كده. يا حد ما اعرف اعبر عنها، انا فاهمها حلو بس مش عارف اعبر عنها. فمواطن هتقولوش انا حاطط الصوفيه. فانا نعرف نعبر عنها كله. لما يجي وقت. ليس كل ما يعرف يقال. سيدنا ابو هريره نفسه قال لك كده. قال لك يعني في اقترارين لو قلت باقترار، يعني في حاجات تسيء التعبير عنها. انت فاهمها صح. وعرفت توافق الشرع، لكن لو عبرت عنها انت جبت تعبيرك يخالف الشرع تسكت. فما تعبرش. كويس؟ لانك لو عبرت فهي لها عبره، عبره لمن يعتبر. اللي بتسكت. خدها في الخصوصيه بقى. لا اسكت خالص لحد ما تحسن التعبير، فان احسنت التعبير قولها، والا لو غلبك الحال معلش. واضح؟ بس. زي سيدي ابو يزيد البسطام بيسمع آية ان بطش ربك لشديد، غلب الحال، قال بطشي اشد. غلب الحال. حدس على لسان الحق. يا ربنا اللي بيقول ان بطش ربك لشديد، ده لسان الحق. ده لسان سيدي ابو يزيد البسطامي قال بطشي اشد.
المسلوق بقى تتخانق معاه تزرع على غلبوا الحمل. ولا وجهة نظر، وجهة نظره ايه؟ ان بطش ربنا شديد الا انه مصحوب بالرحمة ومصحوب باللطف ومصحوب بالحكمة ومصحوب بالعلم، اما بطش العبد فجهول ومش رحيم. بطش وشد كلام ممكن افهمه ممكن يفهمه، لكن هي عايز واحد عشان يفهمه على درجة معينة من الرقي شوية. فهمت ازاي؟ زي ما دخل سيدنا علي على الصحابة قال لهم اصبحت اكره الحق واحب الفتنة وليد الارض ما ليس لله في السماء. الصحابة كانت بتعمل حاجات زي ايه؟ واخد بالك مش كده برضه؟ كانت بتعمل حاجات زي ايه؟ الناس يقولوا ايه ده؟ تكره الحق تحب الفتنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله وانا اليه راجعون. لا ما هو ليه معنى، هو ليه معنى. كذلك الاولية لما يجي يقول كلمة مع غلبة الحال بيبقى يقصد منها معنى معين. انه يقول لك ان بطش ربك، اللي يقول لك ان بطش ربك لشديد، هذه الآية فيها القهر ظاهر الا ان في باطنها الرحمة. عايز يلتفت لباطنها الرحمة يقول لك بطش يا شد لان انت ما عندكش الرحمة. فبيقول لك ما تنساش كل آية فيها قهر وعذاب الا ان في باطنها الرحمة لاننا رحيم. عايز يلتفت لهذا المعنى بس، ادي كل الحكاية. فالمهم يعني هنا خلينا في الحتة دي عشان ما نغرقش. بقيمتها كويس، يبقى اما يضمنها يضمنها بقيمتها يوم تلفها سواء كانت متقومة او مثلية على المعتمد كما جزم به في الانوار. مثلية زي الصناعة الحديثة، القمصان دلوقتي بتتصنع كلها صناعة حديثة بالميكان. عايز 100 قميص تلاقي 100 قميص زي بعض. كان زمان القمصان مش كده قبل الميكنة كانت صناعة يد، ما تقدرش تلاقي واحد ياخد تاني، عشان كده الشغل اليدوي ده ما بيتكررش. يبقى فيه كمان حتى ايه عاطفة اللي يعمله وحالته النفسية. فلو بيعمله هو فرحان يطلع حاجة تانية، يعمله هو مقبوض شوية يطلع حاجة تالتة كده شغلانة. عشان كده حاجات الهاند ميد غالية غالية كده ليه؟ لأن تحس إنها حية بتلقى فيها عاطفة. وكده إنما الحاجات المصنوعة بالمطبعة دي اسمها مثلية، كله زي بعضه. ألف عربية موديل سدد مش عارف كذا تلاقي كله زي بعض، مش كده برضه؟ هذا المعنى المتقوم والمثلي. المتقوم بقى اللي هو غير مثلي، زي تقوم يعني كرسي زي ده عمله نجار من غير مكن. زمان ما كانش فيه مكن، ده يمسك البتاع ويقعد يعمل لك الحاجات دي، الزخارف دي كلها يعمل، يقعد جنبها يعملها كلها. فالكرسي اللي زي ده المعمول هاند ميد ده ملوش مثلي، ولو عملوا نفس الايد ما يبقاش مثله. نفس الايد شو قد ايه مش هيعمل نفس المثل. في ناس من متقور اول ما اقول له ايه ده قيمته قد ايه؟ يقول لي اه ده قيمته اصل ده هاند ميد، ده عارف ده لو كان في المكنه كان ثمنه 500 جنيه لكن ده 5000 جنيه. يبقى ده اسمه متقور. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى دي فرق بين المثل والقيم، واضح؟ عشان تعرف كلام الشيخ. سواء كانت متقومة أو مثلية على المعتمد كما جزم به في الأنوار واقتضى كلام الجمهور خلافا لابن أبي عصرون في قول يضمن المثلي بالمثل. وجرى عليه السبكي وإن يعتمده العلامة الخطيب حيث قال وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد. ورد بأن في تضمين المثل تضمين ما نقص منه بالاستعمال المأذون فيه إلا أن يعتبر المثل وقت التلف. يعني بيقول لك المثل هيبقى فيها مشكلة، ما نقولش المثل بالظبط إلا لو كان المثل وقت التلف. واضح؟ لأن إنما المثلي لما يبقى لسه غير مستعمل قيمته أعلى من مثلي مستعمل، أدي الحكاية. وقول يوم تلفيها أي وقته، فالمراد باليوم الوقت. أما يقول يوم تلفيها يعني وقت تلفيها، يعني ساعة تلفيها، أدي الوقت. وقول لا بقيمتها يوم قبضها أي وقته أيضا. وإلا لازم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه. وقول ولا بأقصى القيم أي أبعدها وأكثرها، فليست كالغصب في التغليظ، لأن الغصب يضمنها بأقصى قيمتها في الغصب، إنما في العارية لا. بتضمين الأقصى لوجود الإذن هنا بخلاف الغصب. قوله فإن تلفت باستعمال المأذون فيه مفهوم قوله إذا تلفت لا باستعمال المأذون فيه. وقوله كإعارة ثوب بلبسه فانسحق أي نقصت عينه. وقوله أو انمحق أي ذهبت عينه بالكلية ولم يبقى لها أثر بسبب اللبس، بخلاف ما إذا انخرق انحرق أو سرق مثلا فإنه يضمنه. وليس من الاستعمال المأذون فيه نومه فيه إن لم تجري العادة به فيه،
ومثل الثوب المذكور في عدم الضمان الدابة المستعارة للحمل أو للركوب فتلفت بهما، يعني بالحمل والركوب، إذا كان بحسب العادة، والسيف المستعار للقتال إذا انكسر فيه في القتال يعني ونحو ذلك. ولو اختلف في كون التلف بالاستعمال المذموم فيه أو بغيره صدق المستعير. يعني تلفت الحاجة لإيد المستعير، فالمستعير فأنا شكيت المستعير عند القاضي، واخد بالك ازاي؟ فالمستعير قال دي تلفت في استعمال مأذون فيه، كويس؟ فأنا المعير قلت له لا استعملها في استعمال غير مأذون فيه، فاختلفنا. القاضي يقدم كلام مين؟ يقدم كلام المستعير، واضح؟ ولو اختلف في كون التلف بالاستعمال المأذون فيه او بغير صدق المستعير. طب ليه صدق المستعير؟ لان المستعير هو الحاجه كانت في ايده وصاحب اليد اللي صدق، كانت الحاجه في ايده يوم ما تلفت، فلما يقول لي ان انا كنت مستعملها في الحاجه الفلانيه فتلفت اصدقه اكتر من الثاني اللي كان غالي، واضح؟ لان ولو اختلف في كون التلف بالاستعمال المأذون فيه او بغيره صدق المستعير، لان الاصل ايه تاني كمان السبب؟ عدم الضمان، فنرجعه للاصل، واليقين لا يزول بالشك، فهمت؟ وبراءة الذمة بخلاف ما لو اقام بينتين. طب افرض الصورة الثانية ان انا جبت له شهود ان شهود استعملها استعمال المأذون فيه، جبت القاضي وهو راح جايب شهود ان الاستعمال ده كان مأذون فيه، فاختلطت البينتين قدام القاضي، ده جايب شهود وانا جايب شهود، القاضي يعمل ايه في الصورة الثانية دي؟ واخد بالك ازاي؟ بخلاف ما لو اقام بينتين فان بينة المعير تقدم، بينة المعير هنا بقى هتقدم لانها ناقلة وبينة المستعير مستصحبة. يعني ايه ناقلة؟ لأن بينة المعير هنا هقدمها ليه؟ لأن المعير هو المدعي والبينة على المدعي والتاني مدعي عليه، واضح؟ وطالما أنا عندي البينة على المدعي والمدعي جاب لي البينة يبقى التاني قدامه ما يجيبش بينة، ده لو ما كانش عندي بينة كان يحلف واليمين على من أنكر، فهمتني ازاي؟ فتسقط بينة المستعير لأن حاجة تانية، سبب تاني قال لك إيه؟ لأن بينة المعير تقدم لأنها ناقلة، ناقلة يعني إيه؟ بتنقل الضمان من ذمة المعير إلى ذمة المستعير، ناقلة والنقل قوي أقوى من الاستصحاب، واخد بالك؟ وبينة المستعير مستصحبة، مستصحبة لأصل إن الضمان ساقط، واضح؟ والبينة الناقلة أقوى، لأن أنا دلوقتي لما أجي أدعي عليك إن الشقة اللي أنت ساكن فيها دي بتاعتي ومين سقط الملكية بتاع الشارع الأبخر وأروح للقاضي، يقوم القاضي هنا يقدم مين؟ اللي قاعد في الشقة ولا يقدم اللي معاه بينة؟ لأن البينة ناقلة، هتنقل الأوضاع، تغير الأوضاع، تخلي اللي قاعد مستقر يمشي وتخلي اللي قاعد بره في الشارع يسكت. فهمت ايه المساله؟ علشان تعرف القواعد القضاء الفقهي الاسلامي اللي هي دلوقتي معمول بها حاليا في القضاء الوضعي الحالي، لان هي مستقاه اصلا من الفقه الاسلامي. علشان كده يقول لك ايه؟ ان صاحب اليد ايه اقوى مثلا في بعض الامور، في بعض يعني لما تيجي تشتكي ان عربيتك اتسرقت وهي في ايد فلان سيئه ومعاه وانت معكش اثبات الملكيه ولا الرخصه، يفضل الراجل يقول لك ايه؟ هات لي بينه بقى وبتاع، وتفضل الامور على ما هي عليه، تفضل في ايد التاني سيئه لان هي اللي في ايده الاول، مش كده برضه؟ القانون نفس الحكايه بيعمل كده. فان بينه المعير تقدم لانها ناقله وبينه المستعير مستصحبه ولو اختلف المعير والمستعير في رد العاريه. طب القضيه الثالثه، كل دي قضايا جنب بعضها كده، المعير راح رفع قضية إن المستعير ما ردلوش، المستعير قال للقاضي ده أنا ردتها له الراجل ده بينسى،
كويس، فاختلفنا احنا الاثنين كويس. ولو اختلف المعيب والمستعيب في رد العارية صدق مين؟ المعيب يمينه، لأن الأصل عدم الرد. ضرب الأصل عدم الرد، فلا يصدق المستعيب إلا ببينه. ما ينفعش أخذ المستعيب يحلف الحلال، لأن العارية آخر مرة كانت في إيد مين؟ المستعيب، كانت في إيد المستعيب. فأنا بشتكي بقول إن ما ردهاليش، يبقى الأصل إنها لسه في إيد المستعيب. فهمتني إزاي؟ يبقى أنا لما أحلف يحكم، إلا إن الثاني جه بينة بأيديك شهود إن هو رد فعلا الإعارة دي للمعير في يوم كذا وكنا حاضرين ويحلفوا والله العظيم نقول الحق. واضح الكلام؟ عشان إزاي إيه؟ القاضي يعرف يحل الخصوم. ونقف عند هذا الحد، وكده انتهينا من فصل إيه في العارية، وواقفين على فصل في أحكام الخصم غدا إن شاء الله، يعني يوم الثلاثاء الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى